السلام يا سيدي القائد. سلام يا بولا. رسالة عاجلة لسيادتك. أمر عسكري رقم 61، لقد تعين على فرقة الروت ليكون بقيادة القائد أثناسيوس التحرك فورا إلى منطقة مريوط غرب الإسكندرية لصد هجوم قبائل البربر وحماية المريوطيين هناك. ارفعوا الخيم وبلغ الجنود بالاستعداد للتحرك فورا. مالك واقف ليه؟ دي مؤامرة رومانية يا سيادة القائد. علشان اختاروا فرقتنا لصد هجوم البربر؟ أيوة، لأنهم عارفين إن الفرقة أغلبها مسيحيين والرومان لسه بيضطهدوا المسيحية. بولا يا ابني ما تخافش، ده واجب وطني، ومريوط دي جزء من وطننا، لازم نحميه وندافع عنه. ما تخافش، البربر دول ناس متوحشين ما عندهمش رحمة. الجندي والقديس الشهيد مارمينا لما انضم للجيش كان صغير زيك، لكن قلبه كان شجاع، ما كانش بيخاف ابدا. الايام اللي قضيتها معاه في الجيش مش هنساها، يوم استشهاده مش هيروح من ذاكرتي ابدا ابدا. كان شاب هادي مليان نعمة وبركة، صورة السيد المسيح على الارض. اسمع، انا جات لي فكرة، احنا هناخد جسده معانا في المعركة علشان نتبارك بيه. ايوه، انا واثق ان بشفاعة مارمينا ربنا هيمنحنا النصر. تعال معايا. ايها الجند الشجاع والقديس العظيم مارمينا، سامحنا، سامحنا إذا كنا تجرأنا وأخرجنا جسدك الطاهر كي نحمله معنا في الحرب. مارمينا، أنت كنت جندي زينا واشتركت في حروب كتيرة، وأنا مؤمن أن شفاعتك مقبولة أمام السيد المسيح كي يمنحنا النصر على قبائل البربر. ده معجزة، أنا بمجرد إحساس إن جسد مارمينا بينا خلاني أحارب قد 10 جنود. لا، إحنا ما كناش بنحارب لوحدينا، الله كان بيحارب معانا، وجسد مارمينا كان بيعضدنا. يا سيادة القائد. عظيم، حطوا جسد مارمينا على جمل وخليه يمشي في المقدمة، واحنا هنحصلهم بالحصيرة بعد شوية. تحت امرك يا سيادة القائد. ايها الاله العظيم رب الجنود، لقد تحقق وعدك
وتبدد من أمام وجهك كل مبغضيك. أما شعبك فظل كما هو، ألوف ألوف وربوات ربوات. في ايه يا رجالة؟ مالكم واقفين كده ليه؟ الجمل ده مش عايز يتحرك. يمكن تعبان من المعركة. شيل الصندوق وحطه على جمل تاني. ده ثالث جمل نحط عليه الصندوق وما تحركش. نشيل الصندوق الجمل بيتحرك. خلاص يا رجالة، يبقى احنا هنستنى هنا النهاردة. ليه يا جناب القائد؟ مريمينا بيقول لنا انه عاوز يندفن هنا في مريوط. احفروا قبر وشوفوا لي احسن رسام في الفرقة. امرك يا جناب القائد. ده احسن رسام في الفرقة يا سيادة القائد. عظيم. شوف يا ابني، انا عاوزك ترسم لي صورة بالحفرة على الخشب للشهيد القديس مريمينا. انا حوصف لك شكله لاني خدمت معاه في الجيش 3 سنين. المهم عايزك ترسم بجانب صورته وحشين على هيئة جمالين ليهم رقاب طويلة زي الوحوش اللي طلعت لنا بالمية واحنا جايبين جسده معانا على السفينة. بالظبط. بس عايز شكلها بجانب انه يدي معنى الوحوش الشريرة اللي خضعت للجسد لما طلع منه سهام نارية، يدي كمان في نفس الوقت معنى الجمال اللي رفضت تتحرك من المكان ده. وتعمل لي نسختين، واحدة تندفن مع الجسد والتانية تفضل معانا نتبارك بيها. تحت امرك يا سيادة القائد، بس ياريت تحكي لي كل التفاصيل عن حياته علشان ده هيساعدنا كتير في رسم صورته. وانا بعد اذنك هدون كل اللي تحكيه عنه عشان يفضل الاجيال الجايه. مريمينا كان ليه وجه جميل معبر، وجه يجمع ما بين براءة الطفولة وشجاعة الفرسان. مريمينا كان شاب هادي قليل الكلام كتير الحكمة. ابوه وامه كانوا مسيحيين. والده كان من طبقة الحكام المقربين للرومان. والده كان والي على مدينة نيقيوس اللي في الدلتا، لكن الامبراطور نقله لبلد تاني. فضلوا نوّجتم البلد منورة كلها. من ساعة ما جالنا الخبر ان حضرتك هتتنقل وتيجي عندنا والبلد كلها هتطير من الفرح. انا متشكر قوي على الحفاوة العظيمة اللي استقبلتونا بيها. شهرة حضرتك في الحكم بالعدل والرحمة ومساعدة المظلوم والمحتاج نعرفها من سنين. ربنا يزيدك من نعيمه. متشكر خالص. بينا احنا بقى عشان يستريحوا. بقالكم يومين في السفر من الدلتا لحدود ليبيا، مشوار طويل. عن اذنكم. اتفضلوا. وين استقبلونا بالزغاريد والترافيز؟ كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. بعد الاستقبال ده خلاص ما عدتش زعلان ان الامبراطور نقلك من الدلتا لحدود ليبيا؟ لكن انا زعلان على اخوك اللي مال الحسد قلبه واثار الامبراطور ضدك. ليه يسمح لشيطان يلعب بيه ويسخره في الشر؟ انتم اخوات عشتوا طول عمركم مع بعض. ما تستغربيش، السيد المسيح مشبه الانسان بالزرع والاشجار، وقال ان فيها اشجار بتنمو بلا ثمر لانها بتبتعد عن الكرمة الحقيقية. ثمر؟ طب احنا سالكين حسب وصايا الله، ليه ربنا ما اديناش اطفال؟ الخلفة مش ثمر؟ أفهمية، ثمر الحياة مش مقصور على الخلفة وبس. الأسر اللي كنا بنساعدها والأطفال اليتامى اللي كنت بتراعيهم، دول من ثمار حياتك الروحية. بس كل أم بتتمنى طفل من بطنها. لازم نصبر ونطيع إرادة الله سواء استجاب لطلبتنا أو لا. أنا صبرة وخضع لمشيئته، لكن بتسائل بتحاجج مع ربنا زي ما بيقول الكتاب. ليس لنا إلا الصلاة والصوم، الصلاة والصوم والخضوع لمشيئة الله. يا عذراء، يا أم النور، يا معدن الطهر والجود، يا أم كل الشفاعات،
تشفعي لي قدام ابنك رب المجد يسوع المسيح. تشفعي لي انه يرزقني بابن. انتي ام وتعرفي قد ايه الامومه حلوه وغاليه. يا رب يسوع المسيح انظر الى ذلي وعاري قدام الناس. يا رب انزع عني عاري زي ما نزعته عن سارة وقدتها اسحاق وعن حنة وقدتها صمويل وعن اليصابات وقدتها يوحنا وغيرهم كتير اتحننت عليهم ورزقتهم بأولاد. يا رب اتحنن عليا وارزقني بابن. لكن تكن يا رب اولا واخيرا لا ارادتي بل ارادتك. كنيستها قدام ايقونتها في عيد صعود جسدها الطاهر للسماء. عمدك يا مينا بسم الله والاب الروح القدس اكيد.
علشان اصلي معاك نص الليل زي ما تعودنا. بس انتي تعبانة يا امي، ارجوكي استريحي على السرير. لا انا هرجع جنبك وهصلي معاك الصلاة في نص الليل، بيبقى لها طعم تاني. مينا، انا واثقة ان ايمانك القوي ومحبتك الكبيرة للسيد المسيح هتخليك تصمد قدام التجربتين اللي سمح بيهم ربنا يكون ورا بعض. ارجعي يا نفسي الى موضع راحتك، فان الرب قد احسن اليك. ابي وامي قد تركاني، اما الرب فقبلني. أبي وأمي قد تركاني، أما الرب فقبلني. اسمعوا يا إخوتي، كل اللي كان ماشي أيام أبويا أمي هيستمر. أي واحد له احتياجات يقول لي عليها، أنا أخوكم الصغير وخدمكم وتحت أمركم. ربنا من محبته ليا اديني خيرات كتيرة ويسعدني انكم تشاركوني فيها. تفضلوا تفضلوا. عم فرميلان، اهلا اهلا، تفضل. تعالى يا مينا يا ابني، عايزك في كلمتين. حاضر. معلش قوم انت بالتوزيع، ما تبخلش على حد، ادي كل واحد طلبه. حاضر. ايه انت ناوي تعيش حياتك كده من غير عمل؟ من غير عمل ازاي؟ ان انا مشغول على الاخر ما بين الخدمه والكنيسه. وده عمل يا مينا يا ابني؟ الخير كتير وانا مش محتاج لمصدر رزق. اولا انت بالطريقه دي كل اللي ورثته عن ابوك وامك هينتهي. أبويا وأمي ده أنا ورثت عنهم حاجات أهم، هي دي اللي بتمنى إنها ما تنتهيش لكن تزيد يوم من بعد يوم. حاجات؟ حاجات إيه دي يا ابني؟ محبة الله ومحبة الناس وطاعة الله وحفظ وصاياه والعمل بيها. مين يا ابني؟ اسمعني كويس، في منشور إمبراطوري هيصدر بتجنيد كل اللي بلغ سنهم 15 سنة فما فوق، يعني هتدخل الجيش سواء باختيارك او من غير اختيارك. يعني اوامر، طالما بتخالفش تعليم المسيح يبقى لازم اخضعنا. يبقى من الافضل انك تدخل الجيش باختيارك وتنضم لفرقتي، على الاقل تبقى تحت رعايتي. الامبراطورية الرومانية كبيرة جدا ومين عارف يمكن يحدفوك في مكان بعيد. ايه قلت ايه؟ هقول ايه اللي تشوفه. حضرتك صديق المرحوم والدي وانا زي ابنك، وده اللي دفعني يا ابني اني الحق واقول لك قبل ما يصدر القرار. اصل اللبس ده بيفتح كل الابواب المقفله. سلولا اللبس اللي انت لابسه ده كانت ضربتك بالقلم. تقدر تضرب جندي في جيش الامبراطور دقلاديانوس. ده كان جيل الامبراطور بنفسه وقطع رقبتها البيضة الحلوة الجميلة. سلام يا اخواتي. سلام قول حرب يا اخواتي، احنا داخلين على حرب مش سلام. تعال خد لك كاسيم، صنف ممتاز، تعتق في قبرص. متشكر اثناسيوس، عايزك في كلمتين لو سمحت. حاضر يا مينا.
والكلمتين دول يعني ما ينفعوش هنا؟ مالك انكتمت ليه؟ مش عارف، الراجل ده لما بشوفه لا بعرف اشرب قدامه ولا اهرج قدامه ولا اعمل اي حاجة خالص. وانا كمان اول ما بيبصلي بنكتم على طول، ما اعرفش ليه. تعرف انت انا بنكتم ليه؟ لا يا اخي سيناسيوس، احنا لازم نحفظ نفسنا في وسط العالم. ازاي بس يا مينا؟ ده احنا عايشين معاهم، بناكل بنشرب بننام بنصحى معاهم. ومال المسيح مش قال في وسط جيل معوج ومجتوى تدقون بينهم؟ صح. طيب احنا لو سيبنا نفسنا نضيع يا سيناسيوس، حياتنا في وسط العالم زي السفينه في وسط الميه عايمه فوقيها، والميه لو دخلت جواها هتغرق وتضيع في بحر خطايا العالم. صح، كلام جميل، بس تنفيذه صعب. تنفيذه صعب لو اعتمدنا على قوتنا البشريه، والمسيح كان عارف كده كويس وقال بدوني لا تستطيعون شيئا، والغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. ايوه مينا، بس اديك شايف ضحكهم وتريقتهم علينا. نطلب المعونه باستمرار، نبعد عن الشر، نهرب منه زي ما هرب يوسف الصديق وقال كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله. تعالى تعالى يا سيناسيوس، تعالى نتامل جمال الطبيعه وعظمه الخالق، تعالى نرفع اصواتنا بالتراتيل ونلغي اصوات الشر والفجور. تعالى. من الامبراطورين المنتصرين دقلديانوس وماكسيمانوس، نعلن على الكل ان يفرحوا لما حظينا به من النعمه والنصر على الاعداء بهذه الآلهة التي حفظتنا وقد تمتعنا بخيراتها الوفيرة. ولذا نأمر الآن كل أحد تحت سلطاننا أيا كان، قائدا أو مقدما، كبيرا أو رئيسا، جنديا كان أم مواطنا، أسقفا أو قسا أو شماسا أو خديما أو قارئا أو راهبا، صغيرا أو عظيما، عبدا أو حرا، رجلا أو امرأة، أن يعبد الكل آلهتنا أبولون وأرتميس. السجود يا أبولون وأرتميس. السجود يا أبولون وأرتميس. ونحن نأمر كل جنس من الناس الذين تحت طاعتنا أنه بمجرد قراءة هذا المنشور أن يقوم الجميع بتنفيذه، ليس بتوانه ولكن بهمة، وكل من لا يفعل هذا سيعاقب بقسوة حتى لا يستطيع أحد أن يفرد من أيدينا. توقيع دقلديانوس وماكسيمانوس. عاش الإمبراطوران العظيمان. عاش الإمبراطوران العظيمان. عاش دقلديانوس وماكسيمانوس. عاش دقلديانوس وماكسيمانوس. عاش دقلديانوس وماكسيمانوس. عاش دقلديانوس وماكسيمانوس. فلنشرب نخب الإمبراطورين العظيمان. إلهي ومخلصي يسوع المسيح، رشدني إلى الطريق التي أسلك فيها لأني إليك رفعت نفسي. أنقذني من أعدائي يا رب فإني لجأت إليك. علمني أن أصنع مشيئتك لأنك أنت هو إلهي. ده انت ترقيته بقيت ضابط، ده حتى الوالي والجبار القادة قدوا على شجاعتك. يا عم فرميليان، حضرتك لما جيت وعرضت عليا اني التحق بجيش الامبراطور دقلديانوس وافقت، لانه كان ايامها مؤمن بالمسيحية، لكن بعد ما سمعنا منشور بتاعه ازاي يكون جندي في جيش امبراطور انكر مسيحيته ورجع لعبادة الاصنام؟ ممكن تفضل على عقيدتك وتستمر برضه ضابط في الجيش. ان كان الله هو الله فاعبدوه، وان كان البعل هو الله فاتبعوه. لا يا عم لا، انا ما اقدرش اخدم المسيح والبعل. انا خلاص بنعمه السيد المسيح اتخذت عده قرارات ومش هتراجع عنها. عده قرارات ايه تاني غير ترك الجيش؟ عايز ابيع كل الاطيان اللي ورثتها انا ويا امي. انت نويت تبيع ميراثك كمان؟ علشان نحصل على الميراث الذي لا يفنى ولا يضمحل، والقصر ده كمان عايز حد يشتريه. مينا يا ابني، ده قصر المرحوم والدك. وابيع كمان كل الجواهر اللي عندي علشان اقتني جوهره كبيره
الحياة الأبدية. وهتعمل إيه بالفلوس اللي هتبيع بيها كل الحاجات دي؟ هدفع بيها العربون. عربون؟ عربون إيه يا ابني؟ عربون المدينة العتيدة ذات الأساسات القوية، أورشليم السمائية. أنا خلاص مش شايف أي معنى للنقود غير إنها تبقى حق للفقراء والمساكين. هتوزع كل أموالك وميراثك على الفقراء؟ لا يا ابني، لا لا اسمح لي، ده جنون جنون. طب وزع جزء وخلي لك جزء. أنا خلاص هتجه للصحراء، هصلي وأتعبد، وهناك هبقرع شوية غنم وجمال، ومش هحتاج لأي أموال. شاب سري مرموق ضابط في جيش الإمبراطور يترك حياة القصور والطرف والعظمة ويستبدلها بالصحراء والجفاف؟ تسيب قيادة الجيوش وترعى شوية غنم وجمال؟ من أجلك يا إلهي أخسر كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربحك. الوالي بيسأل عنك يا مينا، وعرف انك خلعت لبس الجندية. ارجع يا مينا. افهمني يا سناسيوس، انا من زمان كنت ناوي اعتزل على العالم واتوحد في الصحراء، والمنشور ده هو اللي خلاني عجل بالتنفيذ. يعني مطلوب من كل واحد انه يعمل كده؟ لا طبعا، بس مطلوب من كل واحد انه يجاهد في الميدان اللي بيعمل فيه لخلاص نفسه والمجد اسم الله القدوس. خلاص خليك هنا وجاهد معانا هنا. انا دخلت الجيش مرغم يا سناسيوس، اوعى تفتكر ان الحياه في الصحراء ما فيهاش جهاد. لا، الجهاد في البريه صعب، جهاد مع قوات الظلمه، جهاد مع اجناد الشر السمائيه، جهاد مع قوات ليست من لحم ودم. انت بتهرب يا مينا، فعلا بتهرب، بتهرب للصحراء علشان خايف من الاضطهاد والعذابات. للاسف كنت فاكرك شجاع وحتصمد. صلي لي يا سناسيوس. يا يسوع صرخت من وسط الجموع وخرجت للبراري بكنون، ركعت صليت في خشوع وناديك وناديك يا يسوع. صرخت من وسط الجموع وخرجت للبراري بكنون، ركعت صليت في خشوع وناديك وناديك يا يسوع. يدك يا حبيبي يا حبيبي يسوع، يدك يا حبيبي يا حبيبي يسوع. قبلت لم أصبح غر وذقت الحلوى من مر، وعينت الجمال في الغفر وعرفت الغنى في الفقر. أقبلت فلم أصبح غر وذقت الحلو من المر، وعينت الجمال في الغفر وعرفت الغنى في الفقر. أقبل أقبل يا حبيبي يا
حبيبي يسوع أقبل 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 يا حبيبي يا حبيبي يا يسوع أمرني بحبك يا ربي أخضر الصحارى في قلبي وأرى يسوعي بقربي أمرني بحبك يا أمرني بحبك يا ربي تخدر الصحارى في قلبي وأرى يسوعي بقربي أمرني بحبك يا أمرني ارجوك ارجوك يا مينا ارجوك. تعرفت كل المعلومات دي عامل ازاي؟ اذا كنت انسان صحيح روحي وربنا هيحميك من المؤمن، بس لو كنت اشتغل صورة امرأة فلينتهرك الرب يسوع ويحرقك بقوة الصلاة. يا يسوع المسيح عيني. ايه يا ابني؟ معدي لا سلام ولا تحية. سلام. مالك؟ شكلك كده زي ما تكون تايه. أنا تايه في طلب رحمة المسيح. عظيم عظيم. عايش لوحدك في الصحراء دي كلها. هتلاقيها منين ولا منين؟ من الوحوش ولا من الشياطين؟ إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا. هايل، تنازل تجيب خبز ومية مش كده؟ خبز معايا والمية اهو. خدهم اقفلهم مني. متشكر، بس مش عارف الأول أنت مين وهديتك دي ليه؟ كل الاول واشرب وبعدين نتفاهم. كفاك صيام يا اخي، كفاك صيام. اقبلهم مني، طوعني طوعك. انت مين؟ انا ملك الارض دي كلها، كل مكان على الارض ملكي. انا ملك العالم كله، من رب الارض وملؤها. مكتوب رئيس هذا العالم. رئيس لمن يخضع لك ولسلطانك الشرير. هتخضع ليمينة. ليس لك سلطان على أبناء الله، فقد حملت في جسدي سمات الرب يسوع. هتتغرش في نفسك يا ابني. هتيجي ايه جنب اللي سبقوك واخضعتهم لسلطاني؟ انت لسه صغير. ده مش غرور، لوحدي انا اضعف من اضعفكم، لكن بنعمة السيد المسيح اللي عامله فيا اقوى من اقواكم. بإشارة الصليب المحيي انصرف عني يا ملعون. مبارك انت يا مينا، لانك دعيت للتقوى منذ حداثتك،
لذلك ستنال 3 أكاليل لا تفنى ولا تزول، بحسب اسم الثالوث القدوس الذي من أجله جهد، واحد من أجل بتوليتك، والثاني من أجل حياتك المسكية، والثالث من أجل استشهادك، وسيصبح اسمك مشهورا بين الشهداء، والمجد الذي ستحصل عليه في الملكوت سيكون أكثر 1000 مرات من ذلك الذي أعطيه لك في الأرض. مستحق مستحق مستحق. مصيبة كارثة. تصور تصور جنابك واحنا في الميدان العام بنحتفل ونبخر لأبولو أرطميس آلهتنا العظام، يقتحم علينا الاحتفال هذا الشاب ويجاهر بمسيحيته ويفسد لنا الاحتفال. انت ازاي تتجرأ وترتكب الحماقة دي؟ يا جناب الوالي، الشاب ده وشه مش غريب علينا. فعلا. انت اسمك ايه؟ مينا أوديكسيوس. مينا أوديكسيوس. مينا أوديكسيوس، مش انت اللي كنت ضابط في فرقة لوترياكون؟ رد على السؤال، انت الضابط مينا اللي كنت واحد من قوادي؟ ايوه، كنت ضابط في جيشك، لكن فضلت اني اكون جندي في جيش الخلاص الذي لربي ومخلص يسوع المسيح. يعني هربت من الجيش؟ يعني مرتكب 3 جرائم: هروب من الجيش، واعتناق المسيحية، واقتحام احتفال لآلهتنا، والدعوة للإيمان بالمسيح. أنا تذكرته كويس، ده كان ضابط شجاع وملتزم وكفء. خسارة، إحنا محتاجين ضابط زيه في الجيش. يعني نحاول نكسبه ونضمه لينا، لأننا مش هنستفيد حاجة من موته. اسمع يا مينا، انت ليك كم سنة هربان من الجيش؟ انا خلعت لبس الجندية ولبست ملابس الصحراء من 5 سنين. 5 سنين؟ معلش، انا حنسى جريمتك دهيه وحنى. يا جناب الوالي، ده تهجم على الاحتفال بمنتهى الجرأة وقعد يتكلم عن المسيح. برضو معلش، كل ده هيتصلح لما يرجع يلبس ملابس الضباط ويبخر لأبولون وأرتميس يطلب السماح منهم. اسمع مينا، انا هرجعك الجيش تاني في رتبة اعلى من اللي انت كنت فيها، لانك كنت ضابط ممتاز. يا جناب الوالي، وفر على نفسك كل وسائل الترغيب، انا خلاص وهبت حياتي للسيد المسيح، ومهمتي اللي جيت علشانها من الصحراء اني ابشر بالهي واقوي ايمان اخوتي امام اضطهادات وعذابات دقلديانوس ومكسيميانوس واتبعهم الاشرار. انت ازاي تتجرأ وتقول الكلام ده قدام الوالي يا وقح؟ خدوه اسجنوه 5 ايام، ولو استمر على عناده ادوله 40 جلدة. 30 40. حلوين ال40 جلدة دول. أنا ما استحقش أنضرب 40 جلدة زي ما خلصت الصالح. أرجوك اسلوهم جلدة وأكتر. بس كده؟ 41، 42، 43، 44، 45، 46. بتقول إيه؟ ولا كأنه اتجلد امبارح؟ تكونش انا اللي جلبته بنفسي. خدوه علقوه على العجله. ارحم شبابك يا مينا، وخر واسجد لالهه، انقذ نفسك. انقذ نفسي ولا اهلك نفسي؟ يا ريت عذاب رهيب هتقطع لحمك. المسيح جنبي وهديني قوه لاحتمال العذاب، وهيعوضني عن كل العذابات دي بحياه ابديه واكاليل سمائيه. طور العجله. Oh!
لا نعقلك ولا ندورها مرة تانية. كل العذابات دي بشتيها من أجل محبتي للمسيح. الملائكة حواليا بتضمد جراحاتي. كده دورها أنت مرة تانية. المخلص مش شاعر بأي عذاب. حد منكم ساء خمرة ولا مسكر؟ خمري هو المسيح فهو يسكرني بحبه. اسمع يا مينا، انا لسه عندي وعد. اذا انت بخرت الأبولون وارتميس وسجدت ليهم انا حافي عنك. لسه فاكر اني ممكن اشترك معاك في اعمال الظلمة كده؟ انا عايزكم تدوروا العجلة دي مرتين وثلاثة وعشرة لغاية ما تقشطوا جلده، ولما يتهري جسمه تدلكوه بشعر خشن مبلول بالملح ومبلول بالخل. هتقدر تنزع جلدي لكن مش هتقدر تنزع رداء روحي، لأنه مصنوع من نسيج الإيمان والحب. أنا هتفنن معاك في ألوان تعذيب جديدة. هتمل من التعذيب وأنا هفضل صامد للنهاية بمعونة إلهي. اسمع يا مينا، انا حديك مهلة يومين علشان تراجع نفسك، يمكن ترجع لعقلك. تعال معايا. انا مش عارف ازاي بتقدر تتحمل العذابات دي كلها، كأنه مش جسمك اللي بتعذب. مينا سيناسيوس، سامحني يا مينا، سامحني. أنا أسأت الظن بيك كتير يا مينا. أنا ظلمتك كتير. أنا اللي كنت فاكر إنك هربت للصحراء علشان خايف من الاضطهاد. سامحني، سامحني يا مينا، سامحني، سامحني يا مينا. أنا ظلمتك كتير، ظلمتك كتير يا مينا، ظلمتك كتير. سامحني. ازاي انا كل ما ازيد في عذابه كل ما يزيد في احتماله؟ المسيحيين دول لهم اتصالات مع الشياطين والصحراء ولهم افكار عن الموت غريبة. دول بيشتهوا الموت. ايوة، انا قريت آية عندهم بتقول لي اشتهاء ان اموت. ذاك افضل جدا. ما فيش طريقة تعذيب إلا واستعملتها معاه. حطيته على الإنبازين، كسرت أسنانه، حطيته على حديد وسخنت تحت منه بالنار. أعنيتك أنت واقف كده ليه؟ ما تفكروا لنا في حاجة تانية. مسألة تعذيب دي بتجيب نتائج عكسية. بالظبط بالظبط. كتير لما بيشوفوه متحمل العذابات بينخدعوا فيه وبيأمنوا بالمسيحية. طيب دلوقتي هعمل ايه؟ احنا نقطعه ونخلص منه. نقطعه نصين، نجيب منشار حديد ونقطعه قصاد الناس، ولما نشوف الهه هيعمل له ايه. منشار من حديد زي حتة الشمع لما تتحط في النار. ما قلت لك يا جناب الوالي، السحر كل يوم بيعيشوا زيادة وكل عذاب بيتحملوا بيخلي المئات والقلوب بيؤمنوا بيه. ده صحيح، وأبولو أرطميس هيغضبوا علينا عشان مخلين واحد كافر زي ده عايش لغاية دلوقتي. احنا نقطع راسه بحد السيف وننهي الأمر. خلاص اكتب الأمر ده ونفذه بكرة.
غلبتني يا مينا. حيث أن المدعومين أودوكسيوس الجندي السابق بجيش الإمبراطور ديقلديانوس قد رفض إطاعة أمر الوالي بالعودة إلى صفوف الجيش وإنكار مسيحيته والتبخير والذبح لآلهتنا، لذلك قد أمرنا بقطع رأسه بحد السيف وحرق جسده في النار، توقيع بيروس والي الإمبراطورية الرومانية. يا ترى لك اي طلبات قبل تنفيذ الحكم؟ كلمة صغيرة. اتكلم. يا اخوتي، قد سمح الله ان انطلق اليه نحو الامجاد السماوية هذه الساعة، ولكي يزداد ايمانكم برب الجنود يسوع المسيح اقول لكم ان جسدي عندما يلقوني في النار بعد موتي لم يحترق، لم تمسسه النار ابدا، فهي علامة لكم ليشتد إيمانكم، ومن كان له أذنان للسمع فليسمع. هو ده طلبك؟ نفذ الأمر يا سيد القاضي. ليهلكني عدو الخير فأصبح عبدا من عرض الأسماك، بل أعطيتني أن أمجد اسمك القدوس. فاحفظني يا رب أيضا في هذه الساعة، أعطني الصبر إلى التمام، ولتقبل نفسي ذبيحة حب لك، ولأسجد لك في كل حين. فعلا تحقق الوعد الإلهي، وفضل جسد مريمينا في النار 3 أيام وما اتحرقش. خدناه وكفناه وحطناه في المقصورة.
أيها الإله العظيم رب الجنود، يا من قلت على لسان داود النبي إنك لن تجعل قدوسك يرى فسادا، يا إلهي نستودع جسد قديسك وحبيبك مريمينا هنا في هذه البقعة من الصحراء المعرضة للهجمات البربرية الوحشية من جميع الجهات. نستودع جسدك الطاهر يا مريمينا في هذا القبر الصغير إلى أن تسمح إرادة الله بظهوره لمؤمنيه مرة أخرى في هذا الجيل أو في الأجيال المقبلة من بعدنا حسب مشيئة الرب الإله. مرت عشرات السنين وأصبح هذا القبر الذي يحتوي جسد الشهيد مريمينا مجهولا، حيث توالت هجمات بربرية أخرى وضاعت معالم القبر ومعالم المكان أيضا بمرور الزمن. تعال بس وما تخافش كده، هتخف دلوقتي وهتبقى عالي العال، والجرب اللي في جتتك دون هيطلع على طول. اصل بقى الارض دي بقى مباركه، ليه ما اعرفش، هي مباركه وبس. ما تسالنيش، مبروكه وبس، انا ما اعرفش. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، مش قلت لك هتخف على طول. وريني كده باسم الصليب، المعزه خفت بصحيح. انت طلعت منين يا وادي يا فلاتيك؟ انت قاعد هنا ومستخب وسايب امك بتدور عليك. المعزه خفت بصحيح وبقيت عالي العال. يعني المعزه عند ربنا اهم واحسن من البني ادمين؟ ليه بس يا ابني كده، هي كلها خلقته وصنعت يا ليه. يعني التراب ده يشفي المعيز وما يشفينيش انا؟ ليه انا زهقت يا عم مرقص، خلاص من عشتي دي، خلاص زهقت. يا ابني مش كده، ما تطلبش من ربنا الشفاء بالطريقة دي. السيد المسيح لما صلى مش قال يا أبتاه إن أردت أن تعبر عني هذه الكأس، ولكن فلتكن لا إرادتي بل إرادتك. ربنا مش شغال عندنا نؤمره وينفذ. على إذنك لحسن سايب بقية القطيع لوحده. يا رب يا رب، انت قلت لقد ناقشتكم على كفي، وقلت انتم افضل من عصافير كثيرة. يا رب اعتبرني خروف من الخرفان بتوعك وشفيني. لا، لكن انت علمتنا لتكن لا ارادتي بل ارادتك، لتكن لا ارادتي بل ارادتك، لتكن لا ارادتي بل ارادتك. فلاتيك، فلاتيك، قم قم يا فلاتيك، فقد استجاب الرب الاله لطلبتك. قم وقف على رجليك. أقف على رجلي؟ أيوة، وليتمجد الله في علاه. يتمجد اسم الله، يتمجد اسم الله.
لتمجد اسم الله، لتمجد اسم الله، لتمجد اسم الله، لتمجد اسم الله. جلال يا أهل مريوط، يا أهل البلاد، تعالوا شوفوا ركيك اللي كان كثير ما عادش كثير. تعالوا يا ناس، رمل المبلوك شفته. تعالوا يا أهل البلاد، يا أهل مريوط، أمي 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 شايفة شايفة أمي بتمشي زي المنبهين. تبارك اسمك يا رب، تبارك اسمك يا المعجزات ما بتنتهيش يا فلاتيكا. اسم قريتنا بقى على كل لسان. ده فيه ناس بتيجي من بعيد قوي يا امي. كنت فتحة خير عليهم يا ابني. بعد ما كانت الرملة ما بتشفيش غير الخرفان وبس، بقت بتشفي الناس كمان. لا مش الرملة بس، ينبوع المية اللي انفجر في المكان ده عمل بحيرة مية. المية والرملة يا امي هم اللي بيشفوا الناس. عملت زي بركة سلوان اللي ميتها كانت بتشفي اول ما الملاك ينزل يحركها. يا ترى ايه سر بركة المكان ده؟ اكيد في حاجة مبروكة. اظهر لنا يا رب سر المكان ده ايه. اهو ده المكان يا مولاتي. طب روح انت وباقي الحراس شوفوا حتة تستريحوا فيها. حاضر يا مولاتي. اهلا وسهلا. يظهر ان حضرتك شخصية مهمة جدا. اميرة ولا ملكة؟ انا هنا انسانة بسيطة جاية اخد بركة المكان ده. انت هنا من زمان؟ انا اول واحد خد بركة الشفا في المكان ده، ومن يوميها وانا باجي كل يوم، وهفضل اجي باقي ايام حياتي. وايه اللي بيشفي هنا، التراب ولا المية؟ الاتنين. تحبي تاخدي بركة الشفا؟ متشكرة، بس انا عايزة ادعي جسمي كله بالرمل والمية المبروكة دي عشان انا مريضة. تفضلي، ربنا يشفيكي. لو سمحت، بصراحة انا مرضي معدي واخاف الوث المية والرمل دول. المية والرمل اللي بيدوا بركة الشفا يتلوثوا، تيجي ازاي دي؟ ما تخافيش. هو حضرتك مريضة بيه؟ بالجزام. شفت أتيك اتخضيت أول ما سمعت كلمة الجزام. أصل بيقولوا إنه مرض خطير جدا، وإن اللي بيعيا بيه أطرافه بتقع حبة بحبة. إنما إزاي حضرتك يعني؟ إذا ما خفتش كلها أسابيع ويحصل لي كده، تقبل أطرافي تقع. إن شاء الله ربنا هيشفيكي، إن شاء الله. قول لي يا فلاتيكا، اللي بيخفوا بيحسوا بإيه؟ بيحسوا بقوة وحرارة بتسري في كل حتة مريضة عندهم، ويختفي المرض على طول. ربنا يديكي على حسب إيمانك. اتفزعت لما شفت وشها ابيض وجميل، لكن المرض اللعين شوهه. يا سلام، لو ربنا استجاب لها وشفيت اكيد ابوها الملك هيوضب المكان ويعملوا مزار. مزار؟
منظر لمين؟ إن كنا إحنا ما نعرفش سبب بركة المكان ده إيه؟ الليل قرب يدخل جنب الأميرة ولازم نمشي دلوقتي. لا، روحوا نصبوا خيمة ليكم، إحنا هنبات هنا ليلتي. أمرك يا جنب الأميرة. لن أتركك حتى تمنحني شفاء بشفاعة وبركة المكان المقدس ده اللي ما حدش عارف سبب قدسيته ايه. انا جيت من القسطنطينية لحد هنا لاني مؤمنة انك زي ما منحت الشفاء لكاثرين قادر تمنحه لي انا كمان. دومينيكا، دومينيكا، مين هنا بيه؟ انا صاحب هذا المكان وجسدي مدفون هنا. تمام. مينا، جندي مخلص للسيد المسيح، استشهدت على اسمي سنة 309. سمعت قصتك، انت شهيد عظيم. الله يتمجد في قدسيه. احفري هنا، هتلاقي جسدي ومعاه صورة محفورة على خشب. حاضر يا مريمينا. مريمينا؟ ايوه، وجسده مدفون هنا. روح بلغ اهل القريه وبلغ البابا اساسا. امرك يا مولاتي. بابا اساسا وصل، البابا اساسا وصل هناك عند الميه، وصل عند الميه. البابا اساسا وصل، البابا اساسا وصل هناك عند الميه. فعلا فعلا يا ابنائي، انها صورة الشهيد العظيم مريمينا. يبقى لازم يا سيدنا تبني لنا كنيسة هنا على اسم مريمينا. ابتدوا انتم في البناء، ولما انتصر بمعونة المسيح على الاريوسيين والامور تهدى هتفرغ لتجميل وتزيين الكنيسة. ربنا يديك كل قوة وبركة وتقدر تنتصر على كل اللي بيحاولوا يهدموا العقيدة الصحيحة. سيدنا قابل صعوبات كتيرة من الاريوسيين وغير الاريوسيين. حتى ولو كان العالم كله ضدي فأنا ضد العالم لأني مع الإيمان الصحيح. تسمح لي يا سيدنا أكون خادم على الكنيسة بعد ما تتبني وحارس على رفات القديس العظيم مريمينا طول حياتي؟ مفيش مانع، بس رفات هيفضل عندي لحد ما تنتهوا من بناء الكنيسة. وحنبتدي دلوقتي في بناء الكنيسة، يلا يا رجالة. بس خلي بالك الحمولة تقيلة. خليها على الله، ربنا يستر. حبيبي يا ابني، كان ايه اللي طلعه فوق ده؟ مش شغلته. اسمته بقى يا هنعمل ايه؟
ابني راح، ابني راح يا مريمينا، راح وهو بيبني في كنيستك، راح بعد ما شافته من الكساح. طب كنت شافته ليه؟ عشان يعيش سنتين وبعدين يموت. يا حبيبي يا ابني، ليه ما مسكتوش يا مريمينا؟ ليه ما سندتوش؟ ليه يا مريمينا؟ ليه؟ بس يا اختي هتموتي نفسك كده. وسايبينه هناك ليه؟ ما جبتوش جنبي ليه الكام ساعة اللي فاضليه؟ على ايه بس؟ ده انت تعبانة خالص. هتدفنوا امتى؟ هتدفنوا ضنايا امتى؟ بكرة الصبح ان شاء الله. ربنا يعزي خاطرك. ادفنوا هناك مطرح ما وقع، في كنيسة مريمينا. ادفنوه عند حبيبه مريمينا، ادفنوه هناك. انتصر البابا أثناسيوس على الأريوسيين، قام بتزيين الكنيسة وتجميلها، وفي خلال النصف الثاني من القرن الخامس الميلادي ألحقت بها كنائس ومباني أخرى وأصبحت المدينة الرخامية الشهيرة. سماح من ربنا، انما انا خدت عهد على نفسي اني مش ممكن اسيب جسده لغايه اخر دقيقه في عمري. طب خلاص خلاص جايين على هنا. مين ترجمه؟ اهدموها. لا لا، حرام حرام عليكم، جابت ربنا حرام. واخر طعم الناس مش مولي.
محدش هيدخل جوه. وبفعل الحروب التي تعرضت لها المنطقة وغارات البربر المستمرة تهدمت المدينة الرخامية، ثم نهبت كافة أعمدتها الرخامية الملونة على يد لعاذر النسطوري. وخلال هذه السنوات اختفى الجسد مرة أخرى وظل هكذا منسيا حتى القرن الرابع عشر. خلي الرخام ده اللي بيشتغلوا فيه. بقول لك ايه، دور لنا على حاجه تنفعنا. فرجت فرجت ايه؟ طمني. في صندوق معتبر قوي بس في رخامه كبيره فوقه، فتنزل معايا. الحمد لله. ايه فرحني. اسد معايا. ناولني 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 ناولني. على ما على مهل. اطلع 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 ساعدني. يا لو صح شد حيلك. شد حيلك. تفتكر جواي؟ اكيد ذهب ومجوهرات طبعا. اصل الجماعه المسكين دولت كانوا بيشيلوا في كنايسهم حاجات غاليه قوي. بقول لك ايه، قبل ما تفتح هنقسم بالنص، انت التلت وانا التلتين. نعم يا اخويا. التلت ليه؟ بنسرق. الله 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 الله. بقول لك ايه، نظام الحمراء ده مش عليا انا، ده انا لحم مر قوي. خلي الكلاب تنهشوا. تعملوا ايه هنا؟ ابدا 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 ولا حاجه ولا حاجه. طب هات الصندوق ده وتعال ورايا على الوالي. الوالي الوالي ايه حكايتك انت هو وحكايه الصندوق اللي معاك ده صندوق جواهر يا جناب الوالي، انا ورثه عن اجدادي. ده كذاب كذاب. احنا كنا ماشيين ولقينا الصندوق ده سوا، طلع فيه وعايز يلهفه كل لوحده. يا جناب الوالي، ده صندوقي انا، ملكي انا. هات الصندوق ده.
صندوق مقفول من كل ناحيه. عموما المشكله دي حلها بسيط، كل واحد فيكم يقول لي صندوق فيه ايه ونفتح الصندوق، واللي يطلع كلامه صح ياخد الصندوق، واللي يطلع كلامه غلط هأمر بقطع رقبته. الصندوق ده مش بتاعي ومعرفش جوا ايه. مش قلت لك يا جناب الوالي؟ يعني الصندوق ده بتاعك انت؟ طيب جواه ايه بقى؟ ايوه جواه ايه؟ جواه طبعا مجوهرات، ذهب ومرجان وزمرد وياقوت. يا جدع ما توديش نفسك في داهيه، هو انت تعرف جواه ايه؟ ما نفتح الصندوق واذا بصراحة احنا لقينا الصندوق دوت في الكنيسة الإسارية تحت الأرض في المدينة الرخامية جناب الوالي. أنا شخصيا ما أعرفش جوا إيه. اللي في مريوط؟ أيوة هي دي الحقيقة فعلا. اديهم معاك 7 أيام. أمرك يا جناب الوالي. أمال الظابط اللي جابنا هنا راح فين؟ هتعمل إيه بالصندوق ده؟ كنت اديته للشيخ صمويل وخلاص. استني بس لما نشوف جواه إيه. أصل زمان كانوا بيشيلوا في الكنائس كنوز ثمينة فعلا. الله، ده في صندوق تاني فعلا جواه. ايه ده؟ يبقى اكيد جواه حاجة ثمينة قوي. ايه ده؟ ده عجل، دي شوية عجل. ايه ده فعلا عجل؟ الله غريبة قوي، بقى كل ده عشان شوية عجل. والمغفلين كانوا فاكرينه كنز، يقولوا ذهب وياقوت ومرجان وزمرد. غريبة قوي، هتعمل ايه بالعظم ده؟ ابدا، انا هاخد الصناديق واخليهم يرموا العظم ده في اي حتة. هذه كل هنا في الصندوق، خد ارميهم في اي حته. امرك يا جناب الوالي. استنى يا حاج جناب الوالي. انا مش مرتاح للتصرف ده. عظام زي دي لقيناها في صندوق محطوطه بترتيب وعنايه، اكيد تبقى عظام مقدسه، مش معقول ترميها زي اي عظام. امال اعمل فيها ايه؟ انا من رايي تتحرق في فرن المطبخ. الحاجات المقدسه اللي زي دي افضل لها انها تتحرق من انها تترمي. طيب خد ودي العظام دي للطباخ وقول له يحمي بيها فرن المطبخ. امرك يا جناب الوالي. مبسوطه يا ستي؟ طلباتك اوامر. ايه مفيش اخبار عن ال طيب مش عارف ليه ربنا مش عايز يرزقني بولد يحمل اسمي ومملكتي بعد ما اموت. انا مش عارف عملت ايه في حياتي عشان ربنا يعاقبني بالشكل ده ويحرمني من سريه. جناب الوالي، تاكد اني بتعذب زيك بالظبط ومقدره شعورك ده. انت مالكش ذنب في اللي حاصل، انت ممكن تحقق رغبتك دي مع اي واحده تانيه. انا كل امنيتي ان الولد يكون منك انت. يا جناب الولد. ايه في ايه؟ العظام. عظام ايه؟ العظام اللي بعتها جنابك عشان ارميها في فرن المطبخ. مالها؟ رميتها والنار ما سكتش فيها ابدا، ونور عمال يطلع منها اقوى من لهيب النار. كلام اللي بتقوله ده مش ممكن. تعالى بقى شوف يا جناب الوالي. ايوه يا جناب الوالي، حاجه مهمه زي دي لازم نشوفها بنفسنا. ايوه صباح الخير يا شيخ صمويل. صباح النور يا ابني. الوالي عايزك دلوقتي. دلوقتي؟ ايوه دلوقتي. حاضر. سلام. سلام حبيبي. هاتي لي الحبايب من جوه يا بنتي. حاضر يا بابا.
هدينا بقالنا ساعتين دلوقتي والنار دايره حوالين اللفافه والعظم ومفيش اي تاثير. والنور الغريب اللي طالع منه غريب قوي. تفسروا بايه ده يا شيخ صمويل؟ اللي جوه اللفافه دي عظام واحد من القديسين الشهداء. والعمل ايه دلوقتي؟ طفوا الاتون عشان نقدر نسحبهم من جوه ونرجعهم للصندوق اللي كانوا فيه لحد ما ربنا يرشدنا. عظام مين دي؟ انا مش هسمح لك تاخد الصندوق ده الا اذا قلت لي العظام دي عظام مين. صدقيني يا جناب الاميره معرفش، لكن في الغالب عظام شهيد من اللي استشهدوا في العصور الاولى للمسيحيه. يعني العظام دي ممكن تعمل معجزه لان النار ما مستهاش؟ ربنا بيسمع للقديسين واحنا بنتشفع بيهم. يقول الكتاب في العهد القديم: فصلى ابراهيم فشفى الرب ابي مالك، وقال: ان وقف موسى وصموئيل امامي فلا تكون نفسي نحو هذا الشعب. اما في العهد الجديد فلما جه السيد المسيح واستشهد على اسمه الالاف، فالقصص والحكايات عن شفاعتهم كتير جدا. عن اذنك يا جناب الاميره. استنى يا شيخ صمويل، يا صاحب العظام دي بترجاك تسمعني، تسمع العبده مسكينه محتاجه ليا رجاء في ربنا ان يرزقني بابن، ابن يملى علي حياتي. إلهنا القدوس ناحص القلوب والكلى، اعطيها حسب إيمانها، وإن كانت إرادتك توافق طلبتها اعطنا علامة بشفاعة صاحب هذه العظام المقدسة. النور، النور ده ربنا أعطانا علامة بإذن الله هتخلفي يا مولاتي بإذن الله. أشكرك، أشكرك يا رب، أشكرك أيتها العظام المقدسة. من النهاردة الصندوق ده أنت مسؤولة عنه. حاضر يا بابا. ودايما ترتلي وتسبحي قدامي. حاضر يا بابا. بس ليه يا بابا؟ زي ما طلع نور ما يطلعش صوت ويقول لنا عظام مين دي؟ يا بنتي ربنا هيكشف لنا كل حاجة في الوقت المناسب وبالطريقة اللي يشوفها هو. احنا ما نفرضش طريقة معينة على ربنا، لأنه ما أبعد أحكام الله عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. طب ليه يا بابا أجساد القديسين ليها كرامة خاصة؟ شوفي يا بنتي، الكنيسة بتنظر لأجساد المؤمنين كلهم نظرة لها قيمة، لأن أجسادهم اتحدت مع جسد الرب يسوع المسيح بسر الإفخارستية. والمؤمن اللي يداوم على التوبة والاعتراف والتناول باستمرار بيبقى جسده بيشترك في النفس الإنسانية في جهادها الروحي، وخاصة أجساد الشهداء اللي قدموها ذبيحة حب ورائحة بخور أمام عرش الله. شوفي مين يا بنت. سلام يا اهلي. سلام ومحبة، اهلا بيك يا ابونا. اهلا يا ابونا. الشيخ صمويل صاحب الديوان وشيخ الضيعة؟ خدامك يا ابونا. انا الراهب اسحاق من البراري. زارتنا النعمة. النعمة والبركة في بيتك يا شيخ صمويل. هو ده الصندوق اللي لقوه العمال تحت الكنيسه الاثريه اللي مدفونه تحت الارض؟ ايوه يا مونة. امبارح بالليل بعد ما صلينا صلاه منتصف الليل دخلت قلايتي، وقبل ما انام لقيت بقعه نور في وسط الاوضه، مع ان الفابريكا لسه بدري عليه. وشويه شويه ابتدى النور يزيد يزيد، وظهرت صورة قديس وشهيد عظيم، وقال لي إن العمال سرقوا الصندوق
اللي فيه وفاته، وان الوالي امر ان الصندوق ده يبقى عندك يا شيخ صمويل. وما قالكش هو مين؟ الشهيد العظيم والقديس ماري مينا العبيدي. ماري مينا العبيدي؟ تبارك تبارك يا الشهيد العظيم تبارك. انا مش مصدقه جسد القديس ماري مينا هنا في بيتنا. وقال لي كمان انه لازم الصندوق ده يفضل عندكم لغايه ربنا ما يرتب ما يراه مناسب. بنتك دي؟ ايوه ست القط. متزوجه؟ لا يا ابونا، انا نادرت نفسي عروس للمسيح، وده الدين الحق في رعايه جسد مريمينا. ربنا يباركك يا بنتي، على اذنكم. اتفضل يا ابونا. اهلا يا شيخ صمويل. اهلا وسهلا. سلام يا ابونا. سلام والنعمة. اهلا يا بنتي. سلام يا ابونا. انا تحت امرك، اول ما المرسال بتاع قدسك وصلني جيت على طول. خير؟ في الحقيقة يا شيخ صمويل انا مكلف من قبل البابا بنيامين لاقناعك انك تحضر جسد القديس مريمين العظيم عشان نضعه هنا في كنيسته بفم الخليج. ليه تحرمني يا ابونا من بركة جسد مريمين؟ اجساد القديسين يا اخوتي لازم تحفظ في الكنائس، والبابا بنيامين بيرجوكم بيرجوكم تسلمونا جسد القديس مريمينا. بس الناس في بنها يا ابونا هيزعلوا لما يعرفوا ان احنا فرطنا فيه وادناه لكم. بابا كلام ابونا يوحنا صح، لان مريمينا ظهر لي امبارح وقال لي كلمتين ما فهمتهمش غير دلوقت. قال لي انا همشي من هنا لمكان تاني. وده معناه انه موافق على نقل جسده. على كل حال احنا لازم نطيع الامر، ولو اننا هنحزن لفراقه. بس يا ابونا دي كنيسه صغيره وقديس عظيم زي مريمينا، لازم تديني له كنيسه كبيره تليق بمكانته. نضعه هنا دلوقتي لحد ما يرتب ربنا ما يراه صالحا لقديسه. كل شيء يا اخوتي بموعد. الله مناسبا عندما وقع الاختيار الالهي على صديق حميم للقديس مينا والراهب القمص مينا المتوحد ليكون البابا كيرولوس السادس، فكان